السلام عليكم ورحمة الله. بناء على طلب العديد من الأخوات اللي كانوا كيراسلوني في صفحتي الخاصة في الفيسبوك وكيتسائلوا ديما كيفاش لقيت المعيشة في تركيا، واش هي أحسن من الإمارات، أشنو أسعار الإيجار، وخصوصا التعليم فهو مهم بزاف خصوصا للي عندهم أطفال كيقراو، حتى شكنا كنعانيو وكنصرفوا مبالغ كبيرة. فقلت لما لا ننزل فيديو باش نسهل عليكم ونبسط الوضع العام بتركيا للناس اللي حابين يستقروا فيها، باش حتى انتم تفاداو الاغلاط والعراقيل او العقبات اللي انا تعرضت لها ملي جيت لهاد البلاد. في البداية بغيت نوضح اني غنتكلم بالمختصر المفيد لتجربتي، واني غنوضح كل خطوة على حدة في الفيديوهات القادمة ان شاء الله باش تستافدوا اكتر، وبالتفصيل ممل لتكلفة المعيشة بتركيا. نتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اولا غنبداو كيفاش نجي لتركيا. تركيا ما كتحتاج الفيزا بالنسبة للمغاربة، وبعض الدول كيحتاجوا. انا غنخلي لكم رابط الموقع وزارة الشؤون الخارجية التركية في صندوق الوصف باش تعرفوا الدول اللي معفات من التأشيرة. اول خطوه كنديروها ملي كنوصلوا لتركيا كنطلعوا الاقامه تاعنا باش يكون استقرارنا في البلد قانوني. وبصوره عامه الاوراق اللي لازماكم باش ديروا الاقامه في تركيا، اول شيء كيلزمكم تستاجروا سكن باش تاخذوا واحد العقد سميتو عقد الايجار، هذا كتحتاجوه في الاوراق اللي كيكونوا مطلوبين التقديم على اقامه. باش ناجروا يا اما عن طريق سمسار او لا كنشوفوا الملك نفسه للسكن، او كاين بعض المواقع اللي كتبحثوا فيها عن ايجار، واللي حاب يكتب لي بالتعليقات وانا نرسل له المواقع. وكذلك الى اي مساعده محتاجينها فانا حاضره. من بعد كناخذوا هذاك عقد الايجار اللي لازم يكون مده تاعه اقل شيء سنه، وكنصدقوه عن النوتير اللي هو كاتب العدل، كيكلف حوالي 500 ليره. كنحتاجو تاني تأمين صحي وكذلك رقم ضريبي، وكناخدو واحد الموعد الأول من الموعد للإقامة، وكنمشيو في الوقت المحدد لنا وكندفعو أوراقنا. حاولوا ما تاخدوش هذاك الموعد حتى تكونوا جميع الأوراق تاعكم جامعينها باش ما يرجعوكمش مرة أخرى. وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة غنوضح لكم بالتفصيل ممل على الأوراق اللي لازمكم، حيث الموضوع طويل شرحه. غنجيو لأسعار السكن. السكن كيتحدد السعر ديالو بناء على المنطقة اللي غتختاروا والقرب ديالها من مركز المدينة والمساحة ديالها والعدد الغرف، وكذلك نظام التدفئة واش هو غاز ولا فحم. واسطنبول كتعتبر هي الأغلى سعر بالنسبة للسكن، أكثر من جميع المحافظات الثانية. 2000 ليرة ممكن تكون كافية للإيجار مع خدمات الترشيد، وممكن تكون في تجمع سكني نظيف. وأنا كنصح أي أجنبي أول مرة يقرر يعيش في تركيا يسكن بتجمع سكني حتى يدور ويشوف البلد كيف دايرة ويختار المنطقة المناسبة. ممكن 2000 ليرة أخرى تكون كافية كمصاريف للمواد الغذائية والتنقلات. ثاني نصيحة كنصحكم بها هي تعلم اللغة، ضروري كيف تجيو تعلموا اللغة، هي مطلوبة بزاف باش إلا كنتو كتقلبوا على خدمة وباش تلقاو شغل مناسب وشغل مريح. اللغة كتعطيك ثقة في النفس، وهي باش كتكون حتى قادر على التواصل مع الناس. إلا تكلم معك شي حد كتعرف ترد عليه، وإلا شي حد ضايقك كتعرف ترد وتاخد حقك منه. ممكن تعلموا اللغة عن طريق التسجيل بمراكز تعليمية مؤسسها الدولة، هاد المراكز كتكون مجانية، ما عليكم غير انكم تلتزموا معهم بالحضور وكتحتاجوا الاقامة، يعني بمجرد تاخذوا الاقامة تاعكم ممكن تسجلوا في هاد المراكز. وكاين مراكز تانية خاصة والتكلفة كتكون بسيطة وبمتناول يد الجميع. غنجيو الموضوع الشغل او العمل. العمل بتركيا موجود، ولكن حسب النصيب تاعك او لو انت وحظك. ما نقدروش نقرروا ونجي ونقولوا تعالى وغتلقى شغل في تركيا. نصيحة، ديروا او عملوا احتياط تاعك مصاريف على الاقل 4 اشهر حتى تستقر اوضاعك في البلاد. كاين بعض الناس عندهم مبالغ صغيرة وكيبغي يستثمروها في مشروع،
فنصيحة، بعده من الاستثمار العقاري فهو غير مربح، ومن اللي كتبغي تبيع العقار تاعك يروح عليك الربع او نص ديال المبلغ اللي انت حطيتيه في داك العقار. كاين بعض المشاريع اللي انا وحده استفدت منهم، كتشري اسهم داخل مصانع كبرى ومدايره تعاقد مع الحكومه التركيه، بمعنى انك كتستثمر فلوسك في مشروع مربح ومضمون. اللي بغى يستثمر بحالي ويتهنى وبغى نعرفه ببعض هاد المصانع يراسلني، وانا غنعطي ارقام الناس اللي غيفيدوه بهذا الخصوص، والله يوفق الجميع. غنجيو للنقطة المهمة واللي هي التعليم. التعليم مجاني في جميع المدارس الحكومة التركية، وبعض المدارس كطلب مبالغ رمزية لمساعدة وتحسين من وضع المدرسة، وأسعار التعليم الخاص متفاوتة وبالغالب فهي باهظة. التعليم الحكومي من تجربتي الخاصة رائع، وجميع وسائل الترفيه والتعليم في بيئة صحية وصحيحة كيكون متوفر، فأنا نصيحة مني خليكم في التعليم الحكومي. خدمة التنقل والمواصلات، متوفرة وسائل كثيرة للتنقل داخل تركيا. كاين الميتروبوس، وهذا عنده طريق خاص به، يعني كتوصلي للأماكن اللي انت رايحة ليها بسهولة وفي وقت بسيط. وكاين تراموي، وكاين الدولموش، وكاين حتى هاد العبارات ممكن يسافروا بهم عن طريق السيارات تاعكم، وكاين قطارات، وكذلك التاكسي، وكاين الطيران الداخلي، والعديد العديد. وان شاء الله غنهضروا على هاد خدمة التنقل في موضوع تاني او في فيديو اخر، وغنتكلموا على كيفاش ناخدو او نشريو كروت شبيهة بكارت الفيزا باش تسهل علينا نتنقلوا او نستعملوها في التنقلات، ونوفروا اكثر من استعمالنا للتاكسيات. من بعد ما هضرنا على جميع الخطوات اللي خاصنا نديروها كيف نوصلوا لتركيا، غنجيو لواحد السؤال مهم اللي كيوصلني، شنو احسن او ايهما افضل في السكن، واش اسطنبول ولا انقرة؟ السكن أفضل بأنقرة للعوائل من ناحية التكلفة فهي أرخص، وأنقرة هي عاصمة تركيا وفيها أغلب السفارات العربية، وكذلك الشعب تاعها متفهم على باقي المحافظات. السعر السكن كإيجار مناسب، وكذلك كشراء فهو مناسب، يعني ممكن أجره بحدود 500-750 ليرة، فهي كافية باش نكونوا في مكان أو في سكن فيها مولات، فيها أسواق، فيها مدارس عربية وتركية. يعني بالنسبة للأشخاص اللي حابين يدرسوا أطفالهم عربي فهي أفضل وجهة للعيش. المختصر المفيد، الحياة بتركيا جميلة وسهلة، خاصة فقط دخل ثابت باش تمكنوا من العيش بسهولة. اي شخص محتاج مساعدة او حابب يستفسر على اي شيء فانا غنساعده بحدود الامكانيات والخبرة ديالي في هذا المجال. وشكرا، وما تنسوش تشتركوا وتدعموني.